مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه وسلام للجميع. اليوم حابين نحكي معكم اخر اخبار موضوع الكورونا فيروس. الأخبار حتكون كثير اليوم لأنه في شغلات كتير عم بتصير سريعة. طبعا من الشغلات اللي الغريبة اللي صارت أنه الصينيين اللي خارج الصين صاروا يرجعوا للصين لأنهم عارفين أنه أسهل طريقة أنهم يجدوا علاج في الصين. فالصين قررت الآن حجر أي شخص برجع سواء صيني أو غير صيني حيدخل الصين لمدة 14 يوم. طبعا اليوم كندا فيها الحمد لله بس 58 حالة، وهذا رقم كان متوقع انه يكون اكثر، فهذه الارقام جيدة. رئيس الوزراء الكندي اليوم اعلن انه حيستخدموا اكثر من 80 بليون دولار للحالة الاستثنائية هاي لمساعدة الناس اللي تضررت سواء اقتصاديا او نفسيا وصحيا. طبعا الخبر الرابع اللي نحكي عنه اليوم، في فيديو انتشر لرئيس الوزراء الفرنسي وهو بيعلن انه لإغلاق توقيف المدارس والجامعات. طبعا للأسف مهزلة، يعني هدول الأشخاص اللي حاطينه حتى يعني ما بعرف مين هم، سواء فرنسيين مش فرنسيين، لكن هو مكان كانوا متجمعين فيه لمباراة كرة قدم وكنه دخل جول في وقتها فقاموا الجميع. فيعني للأسف بدنا ننتبه من موضوع الشائعات. الصين طبعا في كثير ناس عرفوا الآن إن الصين تلمح إنه قد تكون أمريكا وراء انتشار هذا الخبر. حاطت لكم الفيديو، في تغريدات لناطق باسم وزارة الخارجية الصينية حكى، سأل أسئلة، هو بيحكي انه لما رئيس السي دي سي او مركز الاوبئه والامراض الامريكي كان يجاوب حكى انه في شهر 10 في ناس ماتوا متوقع كان من انفلونزا، بس اثبتت التحاليل انه عندهم كورونا. اسمعوا شو حكى. The standard practice is the first thing you do is test for influenza. So if they had influenza, they would be positive for influenza. But only if they were tested. So if they weren't tested, we don't know what they had. Correct. Okay. And if somebody dies from influenza, are we doing post-mortem testing to see whether it was influenza or whether it was COVID-19? There is a surveillance system of deaths from pneumonia that the CDC has. It's not in every city, every state, every hospital. So we could have people in the United States dying for what appears to be influenza when in fact it could be the coronavirus or COVID-19. Some cases have been actually diagnosed that way in the United States today. Thank you. نرجع للخبر اللي بعده وهو خبر مهم جدا. حكينا لكم أكثر من مرة أنه استخدام الهاند سانيتايزرز المعقم الطبيعي هذا إذا ما كان 60% فبكون ما له فايدة ضد الفيروسات، عشان هيك لازم تستخدموا الصابون. ححط لكم رسمة هون، الهاند سانيتايزرز كويس لا مش كل الفيروسات، بعض الفيروسات حط لكم إياها. وفي تجربة حلوة سوتها أم أطفالها عشان تورجيهم شو فايدة استخدام الصابون. شوفوها. Do you see any virus on your finger, any pepper on your finger? Yes. Yes, okay. Now, we don't want the virus on our finger, right, you guys? No. So, Isa, can I ask you to dip your finger in soap, clean your finger? Okay, this is the importance of how we wash our hands. Now, Isa, does your finger have soap in it? Yes. Okay, now can you dip your finger back in the virus? How did it move? Do you see that? Yeah. طبعا في سؤال ناس سألوه كتير، ليش الصابون أكثر فايدة من الهاند سانيتايزر؟ لأنه الفيروس الغلاف الخارجي تبعه مكون من مادة دهنية، والصابون فيه مواد تكسر هاي المواد الدهنية أو الروابط الدهنية بين الجزيئات، وبالتالي فبتكسر الفيروس فبتقدر نقتل الفيروس. طبعا كلنا عرفنا وسمعنا عن أخبار الهجوم الصادم على أوراق ورق المحارم، طلعت عدة نكت. طبعا زي ما انتم شايفين هون صورة لواحد ماخذ معاه محارم كتير، ما بعرف ليش، ما لها أي داعي. طلع فيديو عجبني كتير، هذا الفيديو عن
المحارم احذروه. جون؟ جون؟ What's up? Are you John? Yeah, who sent you? Anthony. What's the password? Find your beach. All right, did he tell you how much? Yeah. طبعا في احد المقولات حاطينها على باكيت محارم بيحكي اذا انت بتحتاج 144 رول محارم خلال 14 يوم الحجر الصحي فاكيد انت بتحتاج تشوف الطبيب قبل ما لحاله ثانيه. طبعا انا كتبت انه في تعليق لي في نيو فيروس اسمه نيو تواليت بيبر فيروس تي بي في 2020 فهو بدء مزحة السبب اللي هو البانيك. طبعا في مقاطعة أنتاريو أعلنوا أنه في تلفون اللي هو 811 اللي هو تابع للصحة هذا التلفون أدمع لي ضغط ما عم بيشتغل حورجيك وأنا حاولت أتصل فيه. Unfortunately, we cannot respond to your call right now. Please try again later. في أوتاوا فتحوا تيستينج سنترز للفيروس وفتحوا مكان درايف ثرو يعني انت ماشي زي كأنك راح تاخذ قهوه بيعملوا لك بدون ما تنزل السياره بدون ما تسوي شيء. طبعا هذا الدرايف ثرو كان عليه ضغط كبير خلال اول يوم الان الحمد لله خفت الارقام لكن في صوره احط لكم اياهم بتبين كثرة الناس. الإشاعات أنا بحكي من الجميع أتمنى أن يتحروا الصحة فيما ينشروا لأنه الإشاعات قد تقتل الأشخاص اللي بتوصلهم الإشاعات. في إشاعة طلعت أنه في الألكهول بقتل شرب الألكهول يقتل الفيروس داخل الجسم ففي خبر طلع أول قبل أسبوع تقريبا أنه في حوالي 27 إيراني سمعوا هذا الخبر وتوفوا من تسمم كحول. في نكتة طلعت إنه ليش نورث كوريا فعلا ما عندها هذا الفيروس فحاطين إنه الساعة 8 عندهم 1 الساعة 8 و5 أو 8 و10 0 9 و23 1 39 0 فيعني شكلهم بقتلوهم. في دراسة بتحكي ليش ساوث كوريا أو كوريا الجنوبية تقريبا قضت على الفيروس عندها الطريقه اللي سوتها اللي هي التستينج وهلا او طريقه الفحص المستمر للناس وفعلا اثبتت فعاليتها عملوا في حوالي 20,000 تيست كل يوم وهذا فعلا اثبت فعاليته بالحد من الفيروس. طبعا في دراسه نشرت حديثا في الصين من زميلنا دكتور علي الوعري بيحكي انه الذكور اللي تم شفائهم من كوفيد 19 لازم يفحص درجة الخصوبة في تأثير. في دراسة من مستشفى الطنجي اللي موجود في مدينة ووهان من اكبر مستشفيات انه في ضعف للخصوبة بعد الشفاء خاصة للرجال المتعافين من هذا الفيروس. طبعا اول اصابة في الاردن اللي هو الأخ محمد الحياري بغادر العزل الصحي بعد شفائه تماما الحمد لله على سلامتك يا محمد مع أنه يعني كان مفروض ما نذكر أسماء لكن خير إن شاء الله. وزيرة الصحة البريطانية مصابة بهذا الفيروس وشكله يعني الموضوع خطر عندهم زي ما بتعرفوا كله أنه زوجة رئيس الوزراء الكندي برضو مصابة وهي أصيبت في بريطانيا لما رجعت رئيس البرازيل برضو مصاب وكان جالس قبلها بفترة مع ترامب لكن إلى الآن ما أعلن أنه ترامب أصيب. كندا أعلنت أنه في لقاح تحت الدراسة ومن جامعة ساسكاتشوان وإن شاء الله يكون هذا الخبر صحيح. جيكو طريقة أنكم تعملوا الوايبس اللي هو الوايبس بنفسكو من ورق محارم والكهول. شوفوا انا بدي احكي شغله انه البوليتيشن المفروض يكونوا
سلو داون في قراراتهم. رئيس مقاطعة أنتاريو في نص الميمعة طلع وحكى للناس روحوا سافروا يا جماعة وانبسطوا في المارش بريك. طبعا يعني أنا أتوقع أنه هذا خطأ كبير قام به، وأرجو أنه يتراجع عن كلامه، ويعني أرواح الناس مش بسيطة يا دوغفورد. طبعا الجونو أورد اللي هو أكبر أورد بيصير في كندا تم إيقافه، تم إيقاف ديزني لاند أو إغلاقها، إغلاق البرودواي اللي هو أكبر عمل مسارحي في نيويورك، هوليوود برضو عم بتحاول تخفف. في واحد بعت لي عشان أنا دارس في الصين بقول لي تم إلغاء المثل بيقول اطلب العلم ولو في الصين لأسباب صحية، وتم إلغاء المثل الذي يقول كل الطرق تؤدي إلى روما أيضا لنفس الأسباب الصحية. في نكتة حكت إنه ميركل بتقول 70% من الألمان سوف يصابون بالكورونا، إجا واحد حمصي لاجئ في سوريا بيحكي في ألمانيا بيحكي إنه الحمد لله ماني ألماني. طبعا زي ما أنتم عارفين الصين بعتت كميات من الأطباء والكمامات والأجهزة الطبية لمساعدة إيطاليا في محنتها. لانست الطبية بتاريخ 11/3 مخاوف من استخدام الإيبوبروفين، احنا كنا سألت عنه أكثر من مرة. طبعا طلع في تحليل علمي لأنه بيعمل بلوك للـ ACE2 بروتينات موجودة على سطح الفيروس، وبالتالي فهو يعني بشكل عام يس طلع فيه إلى تحليل علمي، فالأفضل ما نأخذ الإيبوبروفين ونكتفي بالباراسيتامول. قوية جدا، يعني بدي أقرأ لكم إياها سريعا. الشعوب الغبية فقط يقضي عليها ميكروب، أما الشعوب الذكية تواجه الحقيقة، تعرف كيف تحاربه وتؤمن بقانون الطبيعة. الديناصورات انقرضت لأنها لم تفهم قانون الطبيعة، البقاء للشعوب الأذكى. هذا شعب محترم يحترم العلم، لذلك فهو شعب ذكي أخذ الأمر بجدية، التزم بالتعليمات الطبية، فرض الحظر على أكثر من 60 مليون مش 50 مليون صيني في مدينة ووهان. لا سلام، لا اختلاط، لا مصافحة، ولا استند إلى نظرية المؤامرة ولا التحليلات الساجدة ولا الخرافات، ولا سخر من التعليمات الصحية، ولا حول من يرتدي الكمامة إلى نكتة، ولا منع المدارس لتكتظ الأسواق بالناس، ولا قلل من خطر الوباء، ولا استهان بحياة الناس. ولهذا ستغزو الصين العالم وتصنع لكل لكم مسابح وسجادة صلاة وفانوس رمضان. لذلك أعلن أنه قضي على الفيروس رسميا في ووهان بؤرة الفساد، وظهر الرئيس مع فريق طبي بدون كمامات لإعلان النصر. طبعا هذه تعليق من أحد الأصدقاء على الموضوع. طبعا هذه مقولة رائعة جدا عجبتني برضو من أحد الأصدقاء، قالوا في الصين يأكلون الكلاب والقطط والصراصير، وقلت ونحن نأكل الميراث وأموال اليتامى والربا ولحم بعضنا بعضا، أفيقوا يرحمكم الله. يعني صراحة بدها تفكير. الخوف هو أكبر مشكلة ممكن تصلنا الآن، يجب أن نقوم ونعلم أن هذا الفيروس فيروس ضعيف، لذلك يجب علينا عدم الخوف منه، معرفة المعلومات أول بأول عنه هذا أفضل شيء. طبعا في موضوع شغلة اسمها السوشيال ديستانس، الكل عم بيحكي عنها الآن شريعة حوالين العالم عشان نحاول نقطع استمرار هذا الفيروس في إيطاليا. طبعا في مقارنة هون، في إيطاليا في الفبروري 25 فبراير 25 كان في 229 حالة، في مارش 3 كان في 2000 حالة، وفي مارش 15 كان في 21,000 حالة، اليوم أعتقد وصل 30,000 حالة. طبعا الكل بيحكي انه كندا لازم توقف الان اي شغله، ايطال ما اخذوا الموضوع في جديه في البدايه، وهذا سبب انتشار الفيروس. طبعا حط لكم هون صوره اسمها The Power of Social Distance. الشخص الان ممكن خلال 5 أيام ينقلها لشخصين ونص، وخلال 30 يوم يصيروا 406 اشخاص من واحد شخص معدي. اذا نزلنا السوشيال ديستانس هاي او نزلنا الاختلاط البشري الى 75% خلال 5 أيام راح ينعدى اكثر من نصف واحد، وخلال 30 يوم 2.5 شخص. فانتوا انظروا للرقم انه كبير، بين 406 اشخاص الى 2.5 شخص.
طبعا هون في برضه مقارنة بين الولايات المتحدة وأمريكا وإيطاليا، كيف الأرقام كانت تختلف. إن شاء الله نكون خاطئين بهذه الأرقام. طبعا اليوم وسائل الإعلام الكندية أعلنت أنه الولايات المتحدة أوقفت أو أغلقت الحدود بين كندا وأمريكا، وهي أطول حدود في العالم وهي الحدود الوحيدة البرية لكندا، مع والسفر سيكون فقط للشغلات الأساسية الأسنشالز. طبعا الآن معظم الناس شغالين من البيت، ففي صورة هون حلوة خاصة الأطفال موجودين، فمش عارفين كيف بدنا نشتغل، بس نكون واقعيين هذا واجب الآن. في طبعا زي ما حكينا أعلنت الحكومة الكندية عن مساعدات الكنديين، في هاكرز عم بيحاولوا إنهم يأخذوا معلومات الكنديين. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا من أي واحد ببعث لكم لينك، لازم تتفحصوا هذا اللينك وتدخلوا على مواقع رسمية للحكومة عشان ما يصير عليكم هاك. الصين تبرعت برضو للصين لتونس بكمامات ومواد تعقيم وأجهزة صحية. تونس من الدول، قعدت الصين تبرعت لدول كثيرة الآن لمحاربة هذا الفيروس. طبعا في أحد المجلات العربية يعني موجود اسمها حكت إنه ترودو يعدي الكنديين بدفع الإيجار وتوفير الغذاء ورعاية الأطفال حتى انتهاء فيروس الكورونا. الخبر طبعا تم تلفيقه أو ترجمته بالطريقة الصح. ترودو حكى أنه الكنديين يجب أن لا يقلقوا بشأن الأجار، لم يحكي أنه رح ندفعه. فما بعرف المجلة هاي العربية أو في مجلات تانية شفتها، أنا مستغرب كيف بكتبوا هاي الشغلات. طبعا من الصديق فادي يونس حط شغلة مهمة عن الهيستوري اوف بانديميك، هذه حجم يعني الصورة يمكن مش واضحة كتير، بس ببين لك انه احنا الان الكوفيد 19 من الشغلات الصغيرة بالنسبة للي مر علينا من تاريخ اسود من هذه الاوبئة. طبعا هون نسبة الوفاة، نسبة الوفاة زي ما انتم شايفين في طبعا او عدد الوفيات، أكتر شيء البلاك ديث، بعدين سمول بوكس، بعدين سبانيش فلو والكوفيد 19، بس حوالي 5000 أو 6000 شخص الآن. لا أحد الأصدقاء على الفيسبوك حاطط بيحكي برضو نفس الإشي عن موضوع السوشيال ديستانس والإغلاق، يجب أن لا نستهتر سواء في كندا أو في الأردن في أي مكان، يجب أن نحترم ونعي ما نقوم به لأنه بلادنا تحتاجنا الآن، يجب أن نصنع التاريخ وندخله. طبعا اليوم معظم أو مبارح صراحة معظم الطاقم الطبي، في 42 ألف طبيب دخلوا وخان خلال فترة الأزمة من باقي الصين. هدول معظمهم الآن تركوا مدينة وهان لأنه لم تسجل أي حالة في مدينة وهان اليوم، وبالتالي فهي تعتبر نظيفة من الوباء. وطبعا العسكر عم بيطلبوا لهم التحية لأنه فعلا بيستاهلوا الإجلال والتحية. في صديق لي الدكتور نايف المنتشري، طبيب بهارفارد، هو سعودي، بيحكي انه لماذا لم يوجد هناك اي مجلة طبية عربية واحدة قامت بكتابة مقال او نشرت مقال عن فيروس الكورونا الجديد باللغة العربية. سؤال جيد. عجبتني هذا التحليل لكوفيد 19، كي كل وواحد في فينا يا يلزم داره 19 يوم، شيء رائع. أتوقع أنها فعلا قد تفيدنا، كل واحد يلزم داره يا جماعة ويجلس. طبعا انتشر برضو خبر من السوشيال ميديا أنه أمريكا وجدت العلاج، وكان بالعربي مكتوب، لما حطي لك هذا الفيديو حورجيكم إياه. طبعا الفيديو بيحكي عن التستينج، هذه الشركة وجدت نوع جديد من أنواع الفحوصات وهذا اللي عم بتسويها. طب Matt, thank you, Matt. Thank you, Mr. President. So, from Roche, we want to thank the FDA for their rapid approval of our coronavirus test. طبعا زي ما حكينا لكم الوخان الآن تعتبر خالية من هذا الفيروس نهائيا، والطاقم الطبي خلعوا كماماتهم. شوفوا
وعشان يورجوا العالم انه نعم الصين قضت على هذا الفيروس في مدينة ووهان. اخر شيء في شغلات كتير تكنولوجية استخدموها الصينيين، لكن هذه احد الطرق اللي استخدموها للخوذة الحرارية، خوذة عليها كاميرا بتقدر تكشف الناس اللي موجودين ودرجات حرارتهم، وبالتالي اذا في اي واحد اعلى بيعملوا له ريبورت وبيمسكوه. وهذه تقريبا هي الاخبار اليوم، كتير شوي بس حبينا نشارككم فيها. يعطيكم العافية وسلام للجميع.